السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع ممتاز جدا اسمه جيت هاب، ده ميزته ايه؟ ميزته لو كذا واحد شغالين على نفس البرنامج بيبرمجوا حاجة معينة، هو بيبدأ ينظم الشغل بينهم، تمام، بحيث ان ممكن كل واحد ياخد اخر ملف موجود ويبرمج عليه ويعدل عليه ويرفعه، وممكن يبقى فيه كذا اصدار، وابدأ اشوف انهي اصدار فيهم الافضل واروح مفعله. ممكن مشروع واحد كذا واحد شغال عليه في نفس الوقت في نفس اللحظه، وفي تنسيق بينهم بحيث ان ما يحصلش تكرار للشغل. تمام، اول ما تفتح بتكتب اليوزر نيم اللي انت عايزه، بتكتب الايميل بتاعك اليوزر نيم، وتعمل لك حساب على جيت هاب مجاني. خليني اقول له ساين ان. تمام، من برضو المزايا تحته ان انت مثلا رحت تعمل انترفيو في شركه، فبدل ما يقول لك وريني البرامج اللي انت مبرمجها، لا بيقول لك خش على الصفحه بتاعتك، فهو يبدا يبص يشوف انت الاكواد اللي انت كاتبها ازاي. تمام، ممكن يشوف المشاريع اللي انت عاملها، يبدا يتفرج عليها، يبدا يشوف في كم واحد متابعك، كم مشروع انت مشارك فيه، طريقة كتابة الكود، هل انت بتكتب كومنت وتشرح بيه الكود ولا لا، هل انت ماشي بأسامي ستاندرد ولا كل حاجة بتعمل اي اسم، يعني كل ما تغيرت عندك اسمها سترنج واحد سترنج اتنين سترنج تلاتة، فيبدأ يشوف هل انت ماشي باسلوب كويس ولا لا. بدل ما يقول لك افتح الكمبيوتر بتاعك وريني البرامج، لا هو ممكن يبدأ يدخل على اي برنامج ويشوفه ويعدل زي ما هو عايز. تمام، برضه ممكن تكون انت بتبرمج برنامج، ففي اجزاء معينه ممكن تروح واخدها جاهزه لانها اوبن سورس فتبدا تشوفها. تمام، ده مثلا لغه برمجه اسمها الرينج. تمام، ده المبرمج اللي هو المهندس محمود فايد، ده اللي عامل لغه البرمجه ديت. تمام، زي ما انت شايف اول ما دخلنا لقينا ما شاء الله حاجات كتير جدا، فتعرف وتبدأ تشوف الكود وتقدر تحمل الملف وتقدر تطلع عليه زي ما انت عايز. تمام، تقدر تعمله داونلود او تقدر تفتحه على الديسكتوب بتاعك، او تقدر تابلود للملف، او تقدر تعمل فايند فايل، او بتلاقي حاجه اسمها فورك تقدر تاخد جزء من الشغل دوت عندك على اليوزر بتاعك، بحيث ان انت بعد ما تعدل تبعته له تاني. انا مثلا عملت فورك ديت، فلو جيت على البروفايل بتاعي هتلاقي الرنج معمول فورك من الحاجه ديت. فبعد ما برفع الملف، خلينا مثلا نرفع ملف، انا واخد نسخه من المشروع وبعدل في جزء منه، وبعد كده لما بخلص ببعتها له. تمام، اهوت هرفع مثلا ملف كريت نيو فايل او ابلود فايل، ده لو انا هكتب ممكن اقول له ابلود وابدا ارفع ملف معين وليكن مثلا دوت، اقول له مثلا ده نمبر 4، اقول له كوميت تشينج، ابدا اكتب ملحوظات اللي انا عملته بحيث هو اشوف هل الحاجه دي هتفيد البرنامج ولا دي موجوده قبل كده. تمام، وبعد كده ممكن تقول له نيو بيقول ريكويست، تبدا تبعت له طلب ان انا عملت حاجه جديده فعايز اضيفها للمشروع. تمام، خلاص هي كده راحت اهيت. تمام، تقدر تطلع على شفره الكود وتقدر تشوف اذا كان هو استجاب لاخر حاجه انت بعتها ولا لا في بول ريكوست. فالمهم يعني ان الجيت هاب بيفيد جدا في ان هو بينظم الشغل البرمجي بين اكتر من شخص في نفس المشروع، وتقدر تاخد معلومات وتقدر تشوف شفرات كود ناس عاملاها. ممكن يكون انت مثلا بتبرمج حاجه هندسيه ففي جزء معين حد عمله قبل كده، فتقدر تاخد الجزء دوت بعد ما استاذنه لو انت بتعمل حاجه اوبن سورس، وتقدر تستفاد منه تقدر تشتغل بيه. ويعني ناس كتيره ملايين الناس بتشتغل بيه اثناء ما هي بتبرمج الحاجه بتاعتها.